اتعرف عليك؟ اتعرف عليك. فتح الشعراوي يا فندم. ايه؟ فتح الشعراوي يا فندم. فتح الشعراوي؟ ايوه فتح الشعراوي. ايوه اهلا وسهلا. فتحي احنا التلفزيون اهو، اديك شايف الكاميرا اهو بتصور. احنا دلوقتي هنكلمك، عارف تعرف قانون المرور الجديد؟ سمعت عنه؟ لا والله لسه. قانون المرور الجديد اللي هو سايق العربيه. طب معانا الباشمهندس من المرور هيفهمك. اهلا وسهلا سعاده الباشا. يعني انت ما بتتفرجش على التلفزيون؟ بنتفرج. كويس. ما بتشوفش في التلفزيون ان في قوانين مرور جديده للي بيركب موتوسيكلات، اللي بيركب عربيات؟ بس اقول لحضرتك على حاجه. دي لا مؤاخذه حماره. ايوه. هتطلعنا رخصه ازاي؟ احنا دلوقتي بنتكلم بالراحه. اتفضل. انت في قوانين مرور جديده. الحمار ده اسمه ايه؟ دي بديعه. يعني انت بتقول اسمها بديعه؟ بديعه. كويس. مدلعها يعني. مدلعها. لا يعني طبعا الحمار ليه اسم. اسمه بديعه زي ما انت قلت. اسمها بديعه. اسمها بديعه. بديعه. ايوه كويس. الحمار ده احنا عملنا في المرور الجديد قانون لازم تطلع رخصه. هل الحمار ده بتاعك ولا مش بتاعك؟ لا بتاعي ان شاء الله. كويس. نعمل اعرف منين ان الحمار ده بتاعك؟ ازاي نثبت ان الحمار ده بتاعك؟ يعني ممكن تكون اسفين يعني ممكن تكون سرقه. زنقك هو. ممكن تكون سرقه يعني الحمار. اي انت ممكن بس بتسيبه على اي حته وتروح تشتري حاجه، ممكن واحد يروح واخده وماشي صح؟ ازاي بقى حد مش ياخد مش له؟ يعني يعني واحد يسرقك ياخد الحمار؟ مش في سرقه حمير؟ اذا كان بيسرقوا اللي في الجيوب مش هيسرقوا حمار؟ يعني ايه النهايه يعني؟ انا بنا النهايه. احنا دلوقتي الحمار ده ممكن واحد يسرقه ولا مش ممكن واحد يسرقه؟ لا يعني مش محدش يسرق الحمار. لا. ده؟ ليه؟ انا بقول لك كده. لا هو واثق يعني انه لا ممكن الحمار يسرق. لا ابدا بالعكس. جايز هو تعبان او عيان او حاجه. لا ما يروحش تعبان او عيان. اصل عارف البيت. بيمشي لوحده. بيمشي لوحده. يعني احنا دلوقتي لو احنا سبناه لوحده يمشي لوحده؟ يروح لوحده. اذا ده الحمار ده يعني عارف الطريق. عارف الطريق. وممكن يمشي في الطريق لوحده. لوحده. ممكن عربيه. ممكن عربيه. اقول لحضرتك على حاجه كمان. ممكن عربيه تخبطه. لا ما بيمسك مين على طول. لا ماشي افرض العربيه. افرض واحد مجنون. يا عم الحاج افرض واحد مجنون سايق عربيه وراح عامل كده راح ضرب الحمار. ماشي. ممكن يضربه مش ممكن يضربه؟ لا لا ما بيضربه. انت كل حاجه تقول لي لا. يعني هو ماشي مش ماشي. هو ماشي في طريقه وده ماشي في طريقه. وانا بقى واحد في واحد سكر في واحد يبقى مسطول. واحد مسطول. مفيش واحد. كلنا بقى ماشيين مش مسطول. في واحد مسطول ماشي بالعربيه راح ضرب الحمار مات. ماشي معايا. مات الحمار. مات الحمار. ازاي نعرف ان الحمار ده بتاع مين؟ مين اللي هيدفنه؟ مين هيدفع مصاريف في غسله؟ يا كل الحاجات دي. الحمار ده مين هنعمل؟ هنعمل ازاي؟ هنعرف مين الحمار؟ انت كنت قلت الكلام ده يا استاذ. انت هو بني ادم هنكفنه. الحمار لازم يكون له رخصه. لا يا فندم لازم الحمار لازم يكون فيه حزام. ده حضرتك ما يكرهش يا فندم. فتحي هو اللي بيقول ايه؟ لازم ما نلش عندنا باكه. الحزام لازم. لا لا. لازم يلبس خوذه لانه ممكن يقع الحمار. ممكن يقع الحمار. فهد بلاني كان بيقول ركبنا على الحصان نتفسح سوا. يعني الحصان بيتفسحوا بيه والحمار بيتفسح. والحجبنا على الحمار يتفسح سوا. ممكن هو راكب الحجبنا ويروح واقع تنزل دماغه وتتعور زي الموتوسيكل. يعني المطلوب من عم فتحي للغير. المطلوب من عم فتحي رخصه للحمار يثبت ان الحمار اسمه بديع وسنه ورقمه. ايه تاني غير الحزام؟ الحزام. الطفايه. طفايه الحرير. بص سيادتك هنا الحمار من هنا. ماله يعني برضه هنا اهو. لازم هنا يديله يعني يدي هنا ايه يدي يعني هنا يسمكره. يعني لازم يبقى في سمكره للامن ومتانه. امن ومتانه الحمار. طب يعني فتحي انت في حاجه يا باشمهندس؟ أيوه. مفيش حاجه. مفيش حاجه بردعه كده. سك سك من غير بردعه. والله احنا كنا ماشيين وراح ضربت على ماشي. لازم بردعه. من غير بردعه. بردعه هيأثر عليه. هيأثر عليه يا استاذ. مخالفه مش كده؟ ده مش ياخد مخالفه. ده مشكله. ده مشكله خطيره. ده ممكن يعمل امراض كتيره ليه هو ذاته. طيب بسم الله ما شاء الله. ادي فيها احد الفلاحين اهو جاي واعتقد انه ملتزم اهو. اتفضل اتفضل معانا هنا. ده نموذج استاذ علي. شايفين احنا النموذج ده؟ يا ريت تركز لنا عليه نتعرف بيه. فلاح. ها ده راجل بتاع العزبه بيتفتح بيتفسح. بيتفسح. دي منظر فلاح. ده خش شويه كده. دي منظر فلاح بس كده بس. يس 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 يس. يعني انت بص شوف ساتك. بص يا سعاده الباشا انا اقول ساتك على حاجه. دي مش دي منظر معدل. دي مش من عندنا. ده يعتبر ده عندنا ضيف. انت اللي مش من عندنا. والله انت من عندنا. انت اللي مش من عندنا. عامل حاج كل اللي في البلد عاملين كده. بس بص يا عم فتحي لابس. بص. عامل ايه؟ لابس اللبس يا سعاده الباشا. دي مش موجود من عندنا. دي ضيف عندنا. ده ما نعرفوش ده منين. انا اعرفه منين ده؟ انا عايزك تشوفه عامل ايه وهو سايق الحمار. بص الخوذه. بص جاي الحمار ولع.
يطفيه. اطفى على طول. هو الحمار له موتور؟ الحمار ليه موتور؟ لا مش موتور. ممكن يولع وانت تشرب سيجاره ترميها تروح وقع عليه وتقع تعالي يولع. على فكره يا سعاده البيت انا كنت عايز اقول لك على حاجه مش عايز اقولها بقى، بس طالما هو عمل كده انا وانا جاي من على الطريق من بره لقيته هو جاي طاير طاير من جنب مني وعدى من على يميني وقعدت كالكسله وما ادانيش اشاره وعداني كمان. ادي مخالفه. احنا بنفكر في علمك ان احنا نجيب للحمار عداد عشان اقصى سرعه هيبقى 30 كيلو للحمار. لازم يركب بعد كده يعني ده المره الجايه ان احنا هنركب عداد للحمار عشان 30 كيلو اقصى حاجه 30 كيلو لانه ممكن يعدي 70 او كان هيعور الراجل ده. ادي مخالفه. دي مخالفه. بعد اذنك نشوف رخصتك بعد اذنك. تحت امر. ده ديك النهار حمارين خبطوا في بعض وقفوا الطريق كله بره والله. انتهى بلبان عليه. استاذ علي اتفضل لو سمحت. عبيط مش من عندنا. لا 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 انا بقول لحضرتك كده. عبيط ولا حمارين دخلوا في بعض. حمارين بيقول له عبيط بيسب الراجل. انت شاهد بيه رخصه خلاص. اتفضل يا عم فتحي تعالى جنبي هنا بعد اذنك. انزل من على الحمار. انزل عليه. انزل من على الحمار تعالى. احنا متشكرين جدا يا استاذ. بس انا ارجو حاجه بس. ايوه انا ارجو حاجه بس. ان انتوا ما تتسهلوش مع اي حد ما بيركبش حزام الامان ولا ماسك الطفايه ولا حاطط الخوذه اللي خانقاني دي انا كمان. عشان ما بقاش انا لوحدي اللي ماشي في بقول لك. بقول لك يا استاذ. بقول لك ايه؟ بقول لك يا استاذ انت. بقول لك يا استاذ انت. انت مش هتعرفنا شغلنا لو مؤاخذه. احنا هو انت عشان انت يعني ملتزم هتعرفنا شغلنا. هتسيبوه انت؟ احنا حرين. احنا لا حرين نسيب ولا ما نسيبوش. على انت مالك انت؟ لا يا بلا. انت مالك انت؟ انا مالي ايه؟ يا اخي بلا مزعج. انت مالك انت؟ ايه مالي ازاي؟ مالي ايه يعني؟ يعني انا اللي اتعب لوحدي ليه؟ يا اخي الناس هتغفل عليا يا اخي. تغفل عليا؟ مش في امان في البلد؟ انت مالك؟ انت بتوقع على الله. ما قال لي مش همشي. مش همشي. انا مالك مالي. بتوقع على الله تروح. يا حاج مصطفى. شيل رخصتك. في طابلوه في الحمار. ايوه الطابلوه تحت اهو. يلا في طابلوه. انت راجل كويس وملتزم وكويس. خلاص مع السلامه بقى. يا عم احنا حرين. يعني اوديه السجن يعني؟ اوديه السجن. ايوه. اسجنه يعني؟ خد منه غرامه. خد الغرامه. هنتصرف. احنا هنتصرف معاك. ما معهوش لا رخصه ولا طفايه ولا حزام امان ولا خوذه. استنى بقى انا مستعد احبسك. تحبسني انا؟ احبسك انت. لا انا سليم. انا لا بس سليم. انا سليم. عندي دلوقتي جاف في منطقتي. ايه جابك هنا؟ انا ماشي في الطريق. لا لا انت اشتريت الارض. انت اشتريت الارض. انت مش في حالك يا سيدي. الله حلوه دي. وانت ما بتلتزمش. ما بتلتزمش بالامان. اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه. بقول لك يا حاج. بقول لك يا حاج. بقول لك يا حاج. تعمل معاه بدل. بدل ها؟ انا مش لاعب بدل فيه. يعني هو ياخد الحمار بتاعك وانت تاخد الحمار بتاعه. وياخد الحمار بتاعه بكل الكماليات اللي فيه ليه؟ صح 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 صح. ياخد الحمار بكل الكماليات اللي فيه ليه؟ شكرا شكرا. يلا ما اسفين يا استاذ. مع السلامه. احنا نصور هذا النموذج اللي يجب ان يحتذي به كل فلاح هو سايق الحمار. هو هذا يا ريت نصوره كويس. النموذج ده النموذج ده نموذج ممتاز جدا وانا فرحان بيه جدا النموذج ده. بس عيبه بقى عيبه ان هو رغاي. يعني هو المفروض ما يتدخلش في شؤون الناس. هو بيعمل شؤونه انما ما بيتدخلش في شؤون الناس. يلا يا استاذ مع السلامه. ما تدخلش في شؤون الناس. يلا يلا اوعى تدخل تاني. انت راجل كويس بس.